بس فالستاندرد لوجيك فيكتور هي تجميعة بس من الستاندرد لوجيكس دول. ففي عندي هنا طريقتين اعرفهم بيها، يا اما الموست سيجنيفيكانت داون تو ليست سيجنيفيكانت، يا اما برضو الموست سيجنيفيكانت داون تو ليست سيجنيفيكانت. الموست سيجنيفيكانت يعني اعلى بيت، والليست سيجنيفيكانت اللي هو اللور بيت، تمام؟ فهنا الموست سيجنيفيكانت اديت له الرقم العالي، والليست اديت له الرقم القليل. هنا العكس، هنا الموست سيجنيفيكانت اديت له الرقم القليل، والليست اديت له الرقم العالي. فعشان كده الطريقة دي ما بنحبش نستعملها، بنحب على طول نستعمل الطريقة اللي هي 7 داون تو، او الرقم العالي اللي هو الموست سيجنيفيكانت داون تو الرقم الصغير اللي هو الليست، تمام؟ طبعا ممكن تستعمل الاتنين، بس لو استعملت حاجة زي كده صعب انك هتوصلها مع ديزاينز تانية اكبر، عشان غالبا لو لقيت مثلا ديزاينز على النت هتلاقي كلها معمولة بالداون تو دي، عشان ده يعتبر كونفنشن، يعني حاجة الناس تقريبا اتفقت عليها انها تستعمل ان الموست سيجنيفيكانت يبقى الرقم الاعلى والليست يبقى الرقم الصغير، تمام؟ طب الحاجات دي كلها عشان استعملها لازم اكون في الاول عامل حاجة اسمها الانكلود، يعني لازم اكون قايل ان انا استعمل library اي تريبل اي دي، واستعمل جوه library دي الباكج دي كلها، تمام؟ فعشان كده بستعمل كلمة all. وده مثلا في الاكسامبل اللي انا كاتبه هنا ده، اللي هو ده كده كود برضه انا عامله جنريت زي المرة اللي فاتت، تمام؟ برضه الكود كده هو حاطط لي هنا library كده جاهزة اي تريبل اي، بيقول لي انه عامل include standard logic package، تمام؟ الكود ده مثلا كنت عامله عشان ابين الكونستنت. هنا مثلا اشيل ده كده واشيل الكومنتس دي. الصدر ده مثلا بيقول لي ان انا عندي هنا ديكودر اوتبوت. او الكود ده اولا هو بيعمل ايه، هو بياخد انبوت، انبوت ده عباره عن 3 ارقام، ولو الانبوت ده لو هو 101 تمام الاوتبوت هيبقى بون، الس لو مش كده هيطلع بزيرو. فده كده كانه ديكودر، ديكودر بس لما بيبقى الانبوت عنده 5 اللي هو 101 ده الاوتبوت يطلع بون، تمام؟ بس فانا كنت عايز ابين هنا حكايه الكونستنت دي. يعني دلوقتي انا لو شلت كلمه 101 دي وعرفتها ان هي هنا كونستنت، انا كده معرف هنا كده كونستنت، وكتبت هنا كده 5، يبقى كده هي هي. يعني لو عملت كده شيك سينتاكس المفروض هتطلع لي هي صح برضو، لو عملنا كده في RTL schematic. فعلا دي كده اول input 1 وتاني واحد 0 وبعد كده 1، لما ال input يبقى كده يعمل AND ويطلع ال output، تمام؟ يبقى كده دايرة ال constant دي او الدايرة دي فعلا اشتغلت صح، لما input كان 101 طلع لي ال output مظبوط. فانا ممكن هنا بدل ما كل شوية اغير الرقم من هنا، لا اغيره بس فوق في اول الكود، تمام؟ خلاص خلاص نحطت ال libraries. بس في هنا كده دلوقتي الاوبريتورز اللي بتشتغل على الستاندرد لوجيك باكج برضو موجودة هنا في السلايد دي، فلما تيجي تشتغل على الباكج دي برضو تقعد كده تشوف ال data types او تشوف ال operators اللي انت محتاجها، تمام؟ هنا بقى في حاجة اسمها conversion. البيت عندي وال standard logic الاتنين اسمهم very closely related data types، يعني اتنين قريبين جدا من بعض، هما فعلا واحدة فيها 0 و 1 اللي هي البيت، وال standard logic فيها 0 و 1 وشوية حاجات تانية. الحاجات التانية برضو قريبة من فعلا من 0 و 1، يعني واحدة 0 بس weak والتانية في مثلا 1 ويك 1، حاجات كده، فهم قريبين فعلا من بعض. فانا ممكن اعمل حاجه اسمها conversion. فمثلا حاجه زي 2 بيت A، يبقى ال A ده ال input كان standard logic وال output بتاع ال function دي بيطلع لي بيت، وهكذا. برضو لما بحتاج اعمل عمليه conversion برضو اشوف كده السلايد دي، تمام؟ فهنا مثلا شويه حاجات صح او غلط ممكن نعملها مع في ال conversion ما بين ال signal وال bit. مثلا هنا معرف شوية signals standard logic وشوية signals bit vectors، تمام؟ فهنا مثلا دي حاجة كده غلط، مينفعش على طول اقول السيجنال حاجة كده متعرفة انها standard logic قصدي بحاجة متعرفة انها bit، كده غلط مش هينفع. دي كده برضو غلط، يعني عندي هنا كده اتنين standard logic عملتلهم end وطلعتهم هنا كده على حاجة bit، برضو مينفعش. هنا عندي حاجة bit وعندي حاجة standard logic عملتلهم or، برضو كده ما ينفعش، تمام؟ فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل conversion. يعني هنا كده البيت احوله الاول standard logic vector عشان اساينه لحاجة اصلا standard logic. هي نفس الحكاية الاتنين دول standard logic، يبقى لازم احولهم بيت الاول بعد كده اساينهم لبيت، تمام؟
هنا عندي ده بيت بيت اور ستاندرد لوجيك، عايز اطلعه حاجه ستاندرد لوجيك، فالبيت ده احوله ستاندرد لوجيك كده لوحده، او احول ده كده البيت تمام، واخدهم هما الاثنين ارجعهم تاني ستاندرد لوجيك. فمن الاخر شويه تحويلات بس، يعني كل ما نيجي نحب نحول نشوف السلايد دي او نسيرش عليها على النت ازاي بنحول ما بين ستاندرد لوجيك وبيت، وهنلاقي الفانكشنز دي تمام. هنا بقى في شويه اوبريتورز ممكن نعملها على الاريز. الاريز زي ما قلنا اللي هي لما نقول ستاندرد لوجيك فيكتور او بيت فيكتور، ده كده اري يعني في كذا قيمه تمام. في حاجه اسمها ريليشنال اوبريتورز اللي هي ايكوال وجريتر ذان وليس ذان وهكذا. فمثلا بيقول لي الاكزامبل ده ان كل الحاجات دي بتريتيرن ترو، يعني هنا بيحسب القيمه، يعني عندي مثلا هنا 011 فده كده ايكوال كام؟ ايكوال 3، يبقى 3 يساوي 3 مظبوط. هنا كده 3 اكبر من 2 كده كويس. هنا مثلا هنا هل ده هيكون اكبر من ده؟ فعلا ده قيمته اكبر من ده مع ان ده طوله اكبر، فكده معنى كده ان الاوبريتورز دي اكبر منه او اقل منه كده ملهاش دعوه بالطول، ليها دعوه فعلا بالقيمه تمام. بس دلوقتي عندنا حاجه اسمها concatenation operators. الكونكاتينيشن ده لو انا عندي مثلا عندي سيجنال هنا كده واي مثلا، السيجنال دي هي عباره عن كام؟ عباره عن 8 بيتس تمام. وعندي سيجنال تانية هنا كده برضو هي 8 بيتس، بس انا هاخد من اول البيت رقم 7 لغايه بيت رقم 2 تمام. وعايز احط 2 زيروز جنبهم هنا ويطلع الاوتبوت واي. فمن الاخر دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ الواي ده هيبقى عندي كده ال هنا كده ما عنديش قلم. طيب يعني من الاخر كده كاني الاي دي هي كانت مثلا 7 داون تو 0، هي مثلا كانت تعرفها انها حاجه 7 داون تو 0، شلت اخر 2 بيتس فبقت هي 7 داون داون تو 2 تمام، وحطيت 2 بيتس 0 في على الشمال، كاني مثلا شفتها كده. لو عندي شيفت ريجستر كاني شفت الاي كده يمين يمين 2 بيتس تمام. هنا مثلا عملت شيفت برضو مرتين، شلت اخر هنا اخر 2 بيتس هنا اهو، وخدت اي 7 عملت له كوبي مرتين. ودي حاجة بالمناسبة اسمها arithmetic arithmetic shift left، اسمها عليها دلوقتي. هنا عندنا مثلا ال y equal a 1 down to 0 and a 7 down to 2. يبقى انا كده اخدت ال a اول 2 bits اللي انا كنت على طول برميهم هنا، اللي هنا مرميتهمش، انا حطيتهم من اهو، حطيتهم في الاول يعني. فكده كل اللي عملته ان انا اخدت اخر 2 bits ورجعتهم كده في الاول، فكأني عملت كده ايه rotation يعني. طيب في حاجة دلوقتي اسمها ال array aggregate. الاجريجيت ده اللي هو ازاي بساوي الاري بقيم معينه. هنا مثلا انا عندي قلت a equal 1 0 1 والباقي كده صفار. طيب لو افترضت كده ال a دي ما هياش 8 بيتس زي دول، لا ال a مثلا كانت 32 بيت، هل هينفع اقعد اكتب كل ده؟ لا، في طريقه ابسط من كده شويه، ان انا اكتب البيت بوزيشن ايكوال كذا. يعني هنا مثلا اقول له البيت بوزيشن او رقم 7 بيساوي 1، والبيت بوزيشن اللي هو السادس بيساوي 0، والبيت بوزيشن الاخير مثلا هنا كتب 0 ايكوال 0. بعد كده اهو قاعد بقى يمشي كده بطريقه غير مرتبه عشان يقول لك ان هو ممكن ايه ممكن نمشي من غير ترتيب تمام. برضو الطريقه دي كده طويله جدا. في طريقه برضو ابسط، ان انا اقول بس مثلا كل البيتس اللي ب1 اقولها كده على طول 7 و5، الاثنين ب1 والباقي كله ب0. فبرضو بدل كلمه الباقي كله دول ممكن الباقي دول يبقوا كتير جدا، بدل ما افضل اكتبهم كده اهو، لا اكتب بس others equal 0. يبقى انا اقول مين اللي عايزهم ب1 ومين مين اللي بصفار تمام. فعشان كده في طريقه ابسط بقى كمان، لو عايز اعرف حاجه كده بصفر على طول يعني ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه 1، فهم كاتب على طول others equal 0، فدي هتنفعنا على طول بعد كده تمام. بعد كده عندنا في باكج بقى تانية اللي هي numeric package. numeric package دي برضو هي متعرفه موجوده في ال VHDL على طول. فلو نلاحظ هنا اي كود كده بنبدا نفتحه في الزاينكس بنلاقي هنا الباكج دي كده commented، يعني ممكن لو شلنا اتنين شرطتين دول كده يبقى انا كده عملت لها include تمام. بس فهنا الباكج دي بقى بنستعملها ليه؟ بنستعملها علشان الارثماتيك اوبريشنز، العمليات الحسابيه يعني. فمثلا انا عايز اجمع عايز اجمع قيمتين، فبعرفهم ان هم انتجرز، ما ينفعش اعرفهم مثلا ستاندرد لوجيك عشان ستاندرد لوجيك ده مش بيتجمع. اعرفهم بقيمه حاجه ممكن يتعمل عليها عمليات حسابيه زي الانتجر مثلا واجمع تمام. طيب ايه بقى المشكله في كده؟ ان الانتجر داتا تايب ده ما هوش حاجه بترجم لاسلاك، ده كده عباره عن رقم بس، ما هوش سلكه، ما هوش وانز وزيروز وهكذا. فحاجه دي كده ملهاش معنى في الهاردوير، فانا لازم اعمل حاجه برضو اسمها كونفرجن زي ما قلنا قبل كده، بس احول بقى من ستاندرد لوجيك للانتجر ده. طيب بس انا عندي مشكله في الانتجر داتا تايب ده، ان هو الانتجر ده بيبقى له اتنين ريبريزنتيشنز، حاجه اسمها سايند وانسايند. يعني الانتجر ده يا اما هيكون اخر بيت فيه ده عباره عن ساين بيت، يعني لو هو مثلا كده 16 بيت هيبقى اخر بيت ده لو هو 1
هيبقى كده الرقم نيجاتيف، لو هو زيرو هيبقى كده الرقم بوزيتيف، او unsigned يبقى هو 16 بيت على بعض كلهم بوزيتيف، ملناش دعوة بآخر بيت ده 1 ولا 0. تمام. بس فمش هينفع استعمل كلمة integer كده على طول برضو. لازم احدد هل هي signed ولا unsigned عشان يبقى ليها معنى فعلا لما تحول لهاردوير. تمام. يعني عشان لما هاجي احولها لستاندرد لوجيك فيكتور مش هينفع اخد بقى الانتجر ده كده على طول، عشان ده كده ما فيهوش انفورميشن هل هو signed ولا unsigned. فلازم انا اقول او اجي لما اجي اعرف حاجه، اعرف الرقم بتاعي يا اما signed يا اما اقول ان هو unsigned. تمام. دي بقى كده شويه الاوبريتورز ممكن تعمل على الستاندرد باكج دي. هنلاقي في حاجات حسابيه كده برضو زي البلس والماينس، ودي الحاجه اللي احنا فعلا مهتمين بيها في الباكج دي. تمام. بس مثلا عندي مثال هنا، حاجه مثلا عرفتها unsigned، فممكن اجمع عادي او اطرح عادي. تمام. في برضو functions موجوده في ال unsigned package دي، زي حاجات مثلا زي ال shift left، يعني ال A ده مثلا شفته بمقدار عدد b من البيتس، وهكذا. برضو في functions كده كتير، وفي برضو conversions لو عايز احول بقى بين ال signed وال unsigned وال integer وكده. فبرضو الحاجات دي لما بتبقى محتاجة بتسيرش عليها او بتبص على السلايد دي. تمام. دلوقتي بقى المهم ان احنا بنحتاج type conversion ما بين ال standard logic package وحاجات كده زي ال integer عشان نعمل عمليات الجمع والطرح دي بجد. عشان ال input بتاعي لل module او لل entity هيبقى standard logic، انا بدخل bits 1s و 0s، بحتاج اجمع او اعمل حاجة حاجة جوه، فهستعمل integer وكده. تمام. فبحتاج ال conversion ده فعلا. ففي برضو عندي شوية functions هنا بت convert ما بين ال حاجة كده زي ال unsigned وال signed وال standard logic والعكس طبعا. تمام. فبرضو الحاجات دي نشوفها في السلايد هنا لما نحتاجها. تمام. فهنا مثلا ال example الجاي ده هو هيعرف شوية حاجات standard logic وشوية حاجات unsigned، وال signal دي هتبقى signed. تمام. فمثلا هنا عندي الحاجات ال okay اللي ممكن نعملها، ان انا حاجتين مثلا unsigned اجمعهم هيطلع ال output unsigned، ده كده طبيعي. تمام. وهنا برضو ال 1 ده هيترجم ان هو unsigned، فيتجمع مع ال U2 دي برضو unsigned وتتحط في U4، فده كده برضو كويس. تمام. انما هنا مش هينفع، عندي دي مثلا دي تعرفها standard logic، ما ينفعش اسويها او ما ينفعش ادي قيمة لل unsigned ده بحاجة standard logic. وهنا برضو مش هينفع، عندي هنا مثلا ده كده unsigned بسويه برقم اسمه 5. طيب 5 ده احنا قلنا ال unsigned ده هو اصلا ال unsigned ده زي ما عرفناه قبل كده بياخد عدد من البيتس. يعني هنا مثلا قلت unsigned 3 down to 0 فهو واخد 4 بيتس. طيب الخمسة دي integer صح؟ طب ال integer ده بيتمثل في كام بيت؟ انا ما اعرفش، فانا لازم لما اجي اقول له ال U ستة ده equal 5 لازم احدد له 5 دي في 4. فالخمسة دي عندي كده integer، فمش هينفع اساوي ال U ستة بيها على طول. فلازم الاول ان انا اقول له انها تتحول لاربعة بيتس. يعني الخمسة دي ترجم مثلا 0 1 1 0. تمام. يبقى كده ده كده unsigned data type وتتضاف على يو ستة، او قصدي يو ستة تساويها. تمام. هنا برضو اليو خمسة بدل ما هي هتساوي على طول قيمة الستاندرد لوجيك، لا لازم اعمل كاستنج الاول ان انا احولها لايه، احولها ل unsigned. طيب هنا في ملاحظ في فرق بين الكلمتين دول، هما الكاستنج والكونفرجن. تمام. ليه بقى في فرق كبير كده بين الكلمتين دول؟ او ايه الفرق فعلا؟ الكاستنج ده عندي هو ستاندرد لوجيك، وهنا ده كده ايه unsigned. تمام. هنا في فرق كبير بين الستاندرد لوجيك والانسايند. الانسايند ده حاجه بتمثل ارقام، بس الستاندرد لوجيك ده بيتس زيروز وانز. تمام. فعشان كده ده كاستنج، يعني بحاول من حاجه لحاجه تانية خالص. تمام. انما هنا ده كونفرجن بس، هما الاثنين الانسايند واليو 6 او الرقم 5 ده انتجر، واليو 6 ده انسايند انتجر برضو، فهم الاثنين كلوزلي ريليتد، يعني هما الاثنين قريبين قوي من بعض نفس الحاجه اصلا. بس الانسايند ده بيتعرف عدد بيتس معينه واخر بيت مش عارف يبقى 1 او 0 وهكذا، بس انسايند اخر بيت ده مش 1 او 0 يعني. تمام. يعني من الاخر بيتعرف على من البيتس، مش زي كده الانتجر بياخد قيم كتير. فالكونفرجن ده انا بحول حاجتين هما فعلا كلوزلي ريليتد لبعض، انما التايب كاستنج ده هما حاجتين يعني بعاد شويه، ده كده حاجه بتمثل بيتس زيروز وانز وده بتمثل ارقام. تمام. بس هنا مثلا ما ينفعش برضو اجمع حاجتين، حاجه ستاندرد لوجيك مع حاجه unsigned، لازم احول الاول. فانا هاخد الستاندرد لوجيك ده، اللوجيك ده احوله unsigned واجمعهم على بعض. طب بس هنا لازم اخد بالي من حاجه، ان انا عندي هنا السيجنال دي هيختلف المعنى بتاعها لو اتحولت ل unsigned او اتحولت ل signed. لو مثلا حاجه زي مثلا عندي سيجنال 4 ones مثلا وحولتها unsigned، فدي كده هتساوي negative 1، او لو هي قصدي unsigned هتساوي كده 15، انما لو هي اتحولت ل signed فهتساوي negative 1. ف
فالسيجنال نفسها ليها اكتر من انتربريتيشن حسب سايند او انسايند، فلازم ناخد بالنا واحنا بنحول. تمام، يعني مش اي حاجه حسب الابلكيشن بتاعي. تمام، هنا برضو عندي برضو زي ما قلنا هنا في تايب ميس ماتش، ان انا بقول حاجه انسايند على حاجه ستاندرد لوجيك، برضو هنا حاجه انتجر على حاجه ستاندرد لوجيك، مش هينفع، فلازم احول الاول. تمام، ايه بقى الغلط هنا؟ ان انا عندي حاجتين ستاندرد لوجيك وبحاول اجمعهم، بس انا ما ينفعش اجمع حاجات ستاندرد لوجيك، لازم اجمع حاجات سايند او انسايند او حاجات انتجرز برضو. تمام، فانا لازم اعمل ايه بقى؟ لازم احول دول لسايند او انسايند بحسب الابلكيشن بتاعي، وبعد كده اجمعهم، بعد كده ارجع احولهم تاني لستاندرد لوجيك عشان ادخلهم او اساوي اس 5 بيهم. تمام، بس كده، ده كده الجزء اللي احنا عايزينه. في طبعا باكجز بره او بره ال VHDL بتاعنا، فمش يعني حتى لو اتكلمنا عليها مش هتفرق، عشان مش هنستعملها يعني في الكورس، حاجات متعرفة في تولز تانية زي سينوبسيس. بس فده اللي احنا محتاجينه من السلايدز دي دلوقتي. بس اخر حاجة عندنا دلوقتي شوية guidelines هنحاول نمشي عليها بقية الكودز اللي هنكتبها. فمثلا تحاول تستعمل ستاندرد لوجيك فيكتور مكان البيت فيكتور، عشان ستاندرد لوجيك زي ما قلنا فيه حاجات قيم اكتر. تمام، وعندنا برضو ال enumeric standard package بحاول بستعملها لو عايز اعمل synthesizable arithmetic operations، يعني لو عايز اكتب حاجة زي ما قلنا قبل كده حاجات مثلا بلس، والبلس ده يتحول فعلا في الهاردوير بتاعي، يتحول لدايرة بتجمع، يتحول لأدر فعلا. تمام، فهنحاول نستعمل النيميريك ستاندرد باكج دي. تمام، برضه زي ما قلنا قبل كده نستعمل الداون 2 وما نستعملش الاب 2، عشان الداون 2 زي ما قلنا بتاخد اول قيمه اللي هي بتبقى الاكبر تبقى هي الموست، والاخيره تبقى هي الليست. فده كان نوتيشن او كونفنشن يعني مشهور، فاحنا نحاول نستعمله اكتر. تمام، برضه نستعمل البارانثيز زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات. عندي مثلا A and B or C مثلا، هي دي كده مش هتفرق A and B or C، بس يعني يفضل ان احنا او لا هي هتفرق، يعني مثلا A and تمام B or C، هل هي A and B or C ولا A and B or C؟ تمام، فلازم اعمل ايه؟ اعمل parenthesis، اعمل اقواس يعني. تمام، فدي مهمة. ما نستعملش حاجات اسمها user defined data types، دي احنا ما شرحناش هنا عشان احنا فعلا مش هنستعملها بقية الكورس، بس دي يعني اللي عايز بقى يدور فيها يدور احسن، بس احنا مش هنستعملها علشان دي بتبقى صعبة انك تعملها synthesize، وفعلا يعني يعتبر ملهاش لازمة. انت عندك اصلا data types موجودة في ال standard packages، يعني بتغطي كل الحاجات اللي بتحتاجها في ال digital design عموما. تمام، وفي برضو ال immediate assignment operators اللي احنا زي ما قلنا قبل كده ممكن ادي قيمة على طول للسيجنال في البداية، زي ما كتبنا هنا كده في الكود، قلت مثلا الاكس اور دي ده تلاقي قيمة في الاول بزيرو، نحاول ما نستعملهاش. ليه؟ عشان مش هيكون ليها معنى فعلا في الحقيقة. ممكن يكون ليها معنى في simulation ان انا اديت قيمة في الاول، في بداية simulation بدأت بصفر، بس بعد كده في الهاردوير يعني لو انا كتبت الكود بتاعي بحيث ان انا متاكد ان انا كل مره القيمه بتبدا مثلا بزيرو، ده مش هيكون له معنى في الهاردوير، عشان في الهاردوير اول ما تفتح الدايره انت ما تبقاش عارف ايه القيمه الموجوده على السيجنال دلوقتي. فتحاول ما تبنيش الكود بتاعك على حاجه ما ينفعش تتعمل اللي هو الاساينينج ده. ممكن تعمل اساينينج ده لو انت بس بتعمل سيميليشن وخلاص، بس بعد كده يعني تتاكد دايرتك تشتغل من غيره. تمام، وبرضو عشان تطلع كود سينسايزبل احسن، تحاول تستعمل خلي الاوبرنز تبقى لينثز زي بعض في relational operators، زي ما قلنا قبل كده لما قلنا 0 1 1 قلنا انها اكبر من 0 0 1 0. تمام، وهنا كان في zeros كتير. تمام، هو يفضل يعني انك تخلي الاثنين لينثز قد بعض، عشان برضو شوية reasons في sensitizing يعني ما يطلعلكش warnings. تمام، بس كده، ده كان نهاية ال chapter 3. من اول بقى المرة الجاية chapter 4 و 5 والباقي كله ان شاء الله هيكون حاجات فعلا بقى اتكلم عن digital design ومعنى الكلام اللي احنا بنكتبه، يعني ازاي بقى نوظف ال VHDL ان احنا نعمل digital designs كويسة.